السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبألف خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقه تحضير واحد الرغائف ساهلين وسريعين التحضير وكيجيو زوينين. واللي غادي نحتاجوا في المكونات 125 غرام ديال الدقيق، قبصه ملح، معلقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، نصف ملعقه صغيره من الخل، وعندي هنايا ربع كاس من الحليب، ضفت له ملعقتان من ماء الزهر للتنسيم اللي يمكن لكم تعوضوها بالفاني. وهنايا عندنا النشا للتوريق. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ الدقيق والملح، يمكن لكم تضاعفوا الكميه ديال الدقيق والمكونات ايضا، وغادي نضيفوا ملعقه الزبده، وغادي نخدمو مزيان هاد الزبده مع الدقيق. الزبده على هاد الشكل. دابا غادي نضيفو نصف ملعقه صغيره من الخل، وغادي نضيفو الحليب يكون بارد باش نجمعو العجين. لما جمعت العجين يجينا على هاد الشكل، غادي نخليوه يرتاح شويه ونتلاقاو من بعد باش نكملو طريقه التحضير. وهنايا بعد ما ارتاح لنا العجين كناخذوا النشا وكنسرحوا العجين بمساعده المدلك. وهنايا بعد ما سرحت العجين ديالي وكنوضعو النشا، دابا غادي نجيو للطرف الاخر ديال العجين وغادي نقطعو بالقطاعه باش يتقاد، ومن بعد غادي نلفو العجين حتى نوصلو للجزء الاخير، وغادي نوضعو القليل من الماء باش نلصقو العجين ديالنا وما يتحلناش في الطياب. هنايا بعد ما لفينا العجين ديالنا كنقطعوه بالسكين، نتوما تحدوا القياس اللي بغيتو، ومن بعد كنطلقوهم بمساعدة المدلك على شكل دوائر.
ودابا كما كتشاهدوا فوق النار وضعت مقلاه فيها الزيت ودرتها تسخن، وها هما العجين ديالي من بعد ما ورقته بعد ما طلقته عفوا. وهنايا كنحتاج واحد الشبكه مع باش غادي نديروا فيها الرغيفات ديالنا منين يطيبوا. ودابا نبداو ان شاء الله كنوضعوا الرغيف ديالنا على هذا الشكل. وكنديروا فوقهم الزيت باش كيتنفخوا. ودابا هذا هو الشكل النهائي ديال الرغايف ديالنا، كيجيو على هذا الشكل بعد ما سقيناهم العسل وكنزينوهم باللوز، كيجيو رائعين. نتمنى تجربوهم، وما تنساوش دائما الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، مع السلامة.